أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية المنقضية وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. عبد الصمد أوضح أن اللجنة وجهت الوزارة لضرورة تسوية ملاحظات الجهات الرقابية والتعاون معها، وضرورة قيام القيادة الجديدة بإصلاحات عميقة لقطاعات الوزارة كافة، خصوصاً أن ملاحظات الجهات الرقابية في تزايد مستمر سنوياً.